مفيش أجمل من أننا نبتدي سنة جديدة وإحنا مع بعض بنزود معلوماتنا، بنزود ثقافتنا. كل يوم بيمر علينا في السنة بنعرف فيه حاجة جديدة، حاجة جديدة في حياتنا، موضوع ما كناش نعرفه. إحنا الحقيقة في يحكى أن مكملين معاكم دايماً في دنيا القراية الواسعة، ومهمتنا إن إحنا نحاول على قد ما نقدر إن إحنا نعرفكم معلومات جديدة، نفتح أفاق تفكيركم في مواضيع مختلفة. والحقيقة إن القراية متعتها ملهاش حدود. خلينا نتعرف مع بعض كل حلقة وكل رواية وكل كاتب بنقابله، مع كل كتاب بنقابله معلومة جديدة بنعرفها، يمكن حكاية أول مرة نسمعها، يمكن قصة ما كناش نعرف حقيقتها، أو نعرف أكتر عن شخصية مؤثرة في حياتنا وكان ليها تأثير كبير جدا في عقولنا ووجداننا. قبل ما نبتدي حلقتنا معاكم، وزي ما حضراتكم متعودين دايما في يحكى أنا، إن احنا بنحب نبتدي حلقتنا مع التقرير البست سيلر أو الكتب الأكثر مبيعا خلال الأسبوع اللي فات. تعالوا نشوف مع بعض إيه هي الكتب اللي حققت مبيعات خلال الأسبوع اللي فات ونرجع لحضراتكم على طول. يحكى أن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً وذلك في الأحد من كل أسبوع، نرصدها لكم طبقاً لما نوهت عنه دور النشر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. تنوعت كتب هذا الأسبوع ما بين الروايات والكتب التاريخية والتنمية البشرية. تتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً رواية لوكاندد بير الوطويط للكاتب أحمد مراد، والتي تحكي عن سلسلة اغتيالات تكشفها جريمة مصرع أحد البشوات. بعد ذلك ذكر شرقي منقرض للدكتور محمود طه، ويتحدث عن العيوب الاجتماعية المنتشرة في مجتمعنا الشرقي. لم تغفل القائمة الكتب التاريخية، فجاء كتاب يهود مصر في القرن العشرين للدكتور محمود أبو الغار في صدارة القائمة أيضاً. ولم تخلو القائمة من الدراما، فجاءت رواية جنازة السيدة البيضاء لعادل عصمت، ثم أنين الدمى للكاتبة نور عبد المجيد، لتختتم قائمة الكتب الأكثر مبيعاً لهذا الأسبوع.